من أعظم الحقائق في السنة، قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، قال الأخير في الثالثة ويكره أن يعود للكفر بعد إذ أنقذه الله منه. هذا في السنة. في القرآن ذكر الله أن أهل التقوى الحقة هم الذين إذا رأوا أهل الفجور ومتاعهم لا يتمنون مهما عظم حالهم لا يتمنون أن يكون معهم. قال الله وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. ثم قالوا وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هذا متى؟ هذا يوم القيامة. أما في الدنيا فإن الإنسان قد يقدر له سهوا أو عمدا أن يرى إما عبر الصحف أو عبر السفر أو عبر القنوات يرى حياة أهل الكفر، كؤوس تدار وفتيات يرقصن وأجساد فاتنة وله مفتوح ولا أذان يقطع مباحا ولا إقامة تمنع كأسا. من المؤمن حق؟ المؤمن حقا من إذا رأى هذا لا يتمنى أن يكون فيه، ما في قلبه من لذة الإيمان بالله يرى أنها تغنيه عن هذا كله. ولقد آتينا سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عيني لما متعنا به أزواجا منه. لا إذا رزق الإنسان توحيد الله والقرآن في قلبه مهما رأى من تلك المناظر لم يرها شيئا، لأنه يعلم يقينا أنه لا شيء يعدل لذة الإيمان بالله جل وعلا. لذة الإيمان بالله نور يشح في القلب يغني عن كل شيء، يغني عن كل شيء البتة. قال أصدق القائلين يهدي الله لنوره من يشاء، ليس كل أحد يؤتاه، وقد يؤتاه البعض بقدر، وهي منازل يفضل الله جل وعلا بها عباده. لكن المقصود أن يعلم أن الله أكرم من سئل وأجل من ابتغي. وأنت لو خطوت بقدمي إلى ملك من ملوك الدنيا كل يوم تطرق باب قصره خمس مرات لاستحيا منك الحاجب فضلا عن الملك، فكيف وأنت تطرق باب أرحم الراحمين جل جلاله؟ الله أجل من هؤلاء كلهم، هم مخلوقون مهما سموا والله خالق لا شريك معه، وهم مربوبون مهما علوا والله رب لا ند له. بمثل هذا يطلب ما عند الله، فيكون الإنسان يعلم أن الله جل وعلا إذا أقبلنا عليه بقلوبنا صادقين فالله أجل وأكرم من أن يردنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن رزقه الله جل وعلا في حياته التقوى والصدق معه تبارك وتعالى رزق الخير كله وحفظ أبناءه من بعده.